تخيل كده لما جيش كامل من عم رمضان يستولى على أرض مصر والأهرامات وياخد الأهرامات وكمان يطلع فوق أعلى قمة في الهرم ويستولى بص على الهرمات كلها حتى المعابد اللي جوه وأبو الهول وكله يا باشا اتاخد. فكان لازم يا شباب حد يجي وينقذ الموقف الصعب دوت يا شباب. فطبعا محدش يقدر على الجيش دوت غير الابطال الخارقين، ومعانا اول بطل خارق هنا جوجا ابو شعر اصفر اللي هو بشخصيته العاديه، ومعانا هنا هالك اللي هو الرجل الاخضر يا شباب، وشايفين يا شباب السكس باكس والشورت البرمودا بتاعه، ومعانا هنا شباب جوجا الخارق طبعا يا شباب ابو شعر برتقاني، ومعانا هنا سبايدر مان يا شباب النسخه الجديده المعدله، ومعانا هنا ثور. دلوقتي شباب عاوزكم يا شباب تقولوا لي تحت في الكومنتات مين هو اكتر بطل خارق انتوا بتحبوه. وثانيا يا شباب عاوز يا شباب بتعداد جيش عم رمضان دوت الاقي اللايكات نزلت على الفيديو دوت دشملته، عشان يا شباب معانا هنا اقوى معركه في تاريخ اليوتيوب كله. فيلا يا شباب نوصل الفيديو دوت ل50,000 لايك عشان خاطر اعمل لكم معارك تانيه كتير. شوف انتم عاوزين انهي معركه وانا هعملها لكم يا شباب. ودلوقتي احنا هنا هنبتدي المعركة علشان خاطر نحرر الاهرامات، وجيش عم رمضان عملاق جدا طبعا. انتم عايزين تعرفوا دول كام؟ دولت مليون عم رمضان. ايوه يا شباب مليون، شايفين العدد قد ايه؟ شايفين عدد لا يحصى. اكتبوا لي تحت يا شباب في الكومنتات توقعاتكم مين هيكسب في المعركة القوية جدا جدا ديت يا شباب. انا عن نفسي انا شاكك ان جيش عم رمضان هيكسب، بيخرب بيت بقك، ده في ناس كتير قوي جوه. اوبا يا عم يلا بينا يا شباب نبتدي هذه المعركة الطاحنة ونشوف مين هيكسب. ليتس جو، يلا بينا هجوم يا شباب هجوم. اوبا يلا اوبا، الابطال الخارقين عملوا هجمة غير متوقعة اطلاقا، وبدأوا يا شباب بالضرب يا شباب في جيش عم رمضان، وهالك عمال يلعب كاراتيه، وانا يلا بينا يا شباب نتحكم. اوه جوجو الخارق الشباب بيضرب بالمية ولا الميتين، والمعركة يا شباب ايه يا عم رمضان بتعمل ايه يا راجل انت؟ اوبا يلا جوجو مش مخلي حاجة لحد. طيب يا شباب انا هاخد يا شباب هالك، ويلا بينا يا شباب نضرب بهالك، هسيب كده اوبا اوبا، ضربته تعبانة بس بيطير بالخمسة ستة يا شباب، بس على فكرة عم رمضان اللي بيطير بيرجع تاني. اوبا يا جدعان معركة قوية جدا جدا تستاهل اللايك والله العظيم والاشتراك في القناة. اوبا يا جدعان قوة هالك تحت ايه يا شباب زي ما انتم شايفينها، وهو كل دوت مش مموت غير اتنين هالك بس يا شباب، هو بيعمل لهم دامج جامد جدا فاللي بيقع بيرجع تاني. اوبا يلا، طب انا هنزل لكم هالك تحت بقى، ويلا بينا يا معلم نشوف هالك هيعمل ايه مع الجيش كله اللي تحت دوت، ونسيب هالك يا شباب مع الكتيبة اللي تحت ديت، ولكن انا حاسس ان هم هيقضوا عليه. تعالوا هنا نشوف الابطال الخارقين عاملين ايه في المعركه الاسطوريه اللي فوق ديت. معانا جوجو الخارق هنا طبعا قوته قويه جدا، سامعين يا شباب التلطيش؟ اوف اوف اوف، ده واحد عم رمضان اتحكمت فيه وراح جوجو ضربه. اوب يلا اوب يلا، شفت وصلوا لحد فين؟ ده طياره بره الخريطه خالص يا جدعان. ضرب جوجو بتجيب من الاخر. اوف يا جدع، جيش عم رمضان عمال بيلف وبيحوطهم من كل الاتجاهات، شايفين يا شباب بيعملوا دايره حوالين الابطال الخارقين بحيث ان هم يوقعوهم في فخ الدايره. ودلوقتي يا شباب هنرجع تاني للمعركه ونحاول نشوف مين. ايه ده، بص يا شباب ده واحد مصاب اهو، واحد اتضرب وراجع تاني يا شباب. اللي لونهم احمر دول يا شباب واخدين ضربه من كوكو. طبعا احنا طرنا طيره بعيده جدا يا شباب لدرجه قويه جدا. طبعا دول هنا واقفين بيراقبوا من بعيد المعركه وعمالين يشجعوا وعمالين مستنيين النصر يجي. طبعا جيش كبير جدا، مليون يا شباب رقم ضخم، مليون يا شباب رقم ضخم. طبعا يا شباب ديت ساحه المعركه، طبعا يا شباب اللون الاحمر دوت انتم عارفين ثور. تعال يا شباب نشوف البطل ثور بيعمل ايه يا شباب بالمطرقه بتاعته. اوبا يلا، ثور قوي جدا لدرجه ان هو بيموت كام واحد؟ وريني كده، ورينا ثور، ورينا موت كام واحد يا ثور. ثور مموت خمسه بس. بعد كل ده ثور مموت ثمانيه، ثور مموت تسعه، ثور مموت 10، ثور مموت 11 12 13. بس يا شباب علشان هم بيتضربوا اللي بيطير بيرجع تاني، انتم فاهمين على حسب القوه يعني يا شباب. فطبعا يا شباب انا هنا دلوقتي شغال بضرب بثور. تعال يا شباب ننزله الهالك، هالك محتاج مساعده تحت يا رجاله. فطبعا اكيد هالك زمانه اتنفخ تحت يا عيني علشان كل اللي تحت دولت بيضربوا في هالك. فانا هجيب لك ثور يا معلم هالك، ما تقلقش يا معلم، وثور جيل المعركه حاسب كده. هالك انا جاي لك يا هالك،
انا صور يالا حسب يوت اوبا يالا موت 66 واحد لحد دلوقتي. هالك يا شباب تعب يا شباب، ما تقلقش يا صديقي، صاحبك جه، صاحبك الانتيم من فريق افنجر الشباب جه وبيفضل هرم، وبيفضل هرم يا شباب. وخلاص يا شباب صور صور شغال، شو شغال بالمطرقة، والله جامد، والله كفو عليك، والله كفو عليك يا جدع، صور جامد جدا يا شباب. حما هالك يا شباب، وهالك مبسوط جدا ان صور جاله. طبعا يا شباب تعالوا نشوف كده قوه هالك دلوقتي وصلت كام. تعال يا عم هالك، يلا يلا هالك يلا. انا لعبت بعم رمضان اللي كان بيطير، انا عايز هالك يا جدعان عشان نشوف الهيلث بتاعه وصل كام. ورينا هالك. لا هالك ليه هالك موت 104 يا شباب لحد دلوقتي. طبعا يا شباب هم لازم يضربوا ضربه اولى ويطيروا ويرجعوا تاني، فلما بيرجعوا بقى بيرجعوا مدشملين. طبعا تعال بقى نشوف البطل جوكو موت كم واحد. انا متاكد هو سبايدر مان فين، صح؟ انا ناسي ان سبايدر مان كان معانا في المعركه ديت اصلا، ده زمانه مات. تعال يا شباب نشوف جوجو ابو شعر برتقاني. جوجو موت، لا اوبا يلا 300 400 500 600 700 800 900 موت حوالي 1000 واحد، مموت 1000 عم رمضان. لا لا جوجو يا شباب موت 1200 1300 اوبا، ده تقريبا هو العداد عمال بيعد الجثث اللي هو موتها تقريبا يا شباب. جوكو قضى على نص جيش عم رمضان لوحده، ده وصل لل 2000 اصلا. اوبا يلا شفت الشباب بيضرب قد ايه، يبقى لازم ننزله للهرم. طيب يا شباب احنا مش هننزله تحت غير لما نطمن على سبايدر مان نشوفه فين، لان انا مش شايف سبايدر مان في الخريطه اصلا. ازاي ايه سبايدر مان هنا يا شباب؟ فين سبايدر مان؟ سبايدر مان شكله مات، سبايدر مات، سبايدر مات، ايوه مش سبايدر مان، سبايدر راح في داهيه. طيب احنا كان معانا مين غير سبايدر مان وصور وهالك؟ هم دول يا شباب. جوجو ابو شعر اصفر فين يا جدعان؟ يبقى مات هو كمان؟ او ماي جاد، او ماي جاد، جوجو مات وسبايدر مان مات. ايه ده يا شباب؟ شكلها المعركة محسومة ولا ايه؟ الجيش عم رمضان اهو يا شباب، بص الشباب جيش عم رمضان عمال يتكتل هنا على صور، وصور هنا بيعافر. صور مين يا جدعان؟ جوجو، جوجو هنا بيعافر يا شباب، واحنا مش لاقيين سبايدر مان ولا لاقيين جوجو التاني. والمعركة طاحنة تحت يا شباب، هنا المعركة هنا طاحنة ما بين صور والرجل الاخضر وجيش عم رمضانات، وهنا رجال عم رمضانات اللي بيطيروا فوق الهرم بينزلوا تاني يا شباب. طبعا هنا هالك مات، هالك مات يا شباب، هالك شكله مات. ده هالك شغال هناك اهو، هالك الله ينور عليك، هالك هالك قوي يا جدعان برضه، هالك مش سهل، هالك قوي جدا. ولكن للاسف الشديد انا زعلت على سبايدر مان لان انا مش لاقيه وشكله مات. سبايدر مان شكله مات، يلا الله يرحمه يا شباب. يا شباب المعركة طحينة جامد جدا، والليل قرب يليل، الليل قرب يليل يا شباب، والمعركة لسه شغالة. يا ترى مين هيكسب يا شباب؟ معركة اقسم بالله يا جماعة جامدة جدا، لدرجة ان انا خلاص ما بقتش عارف مين هيكسب. هنا جيش عم رمضان واقف بالدور مستني اللي يموت بيخش مكانه يا شباب. اوف يا جدعان، اوبا يا جدعان، صور يا جدعان تعب، صور بجد تعب، صور هيقعد يومين يا شباب في المعركة ديت يا شباب. طبعا يا شباب انا هلعب شوية كده بصور اموت بيه 50 60 واحد، صور عدد 3000 عم رمضان ميت. الله كفو عليك يا صور، خلي في بالكم يا شباب اللي بيطيروا دول بيرجعوا تاني، بس بياخدوا ضربة تاني ويموتوا، يعني فاهمين يا شباب، هي ضربة كمان وشكرا كده. ايوه صور يا جامد، اديهم قوة البرق والرعد. حاسب كده روح اساند هالك هناك كده، انا جيت لك يا هالك، هالك عندي خبر وحش ليك يا هالك، سبايدر مات مات، سبايدر مات مات. يلا يا عم الله يرحمه بقى، بس انا زعلان على جوجو التاني يا شباب، جوجو التاني اختفى ما اعرفش راح فين، انا مش عارف هو مات اصلا ولا لا، بس انا هنا فنشت يا شباب جيش عم رمضان. يلا يا شباب مين جاي؟ يلا يقابلني اللي يقابلني مزج يا رجاله. حاسب كده حاسب كده، يلا انا فضيت الهرم كله اهو. يلا حد جاي؟ حد جاي؟ حد جاي من داري؟ الله لا، خد يلا اللي فوق الهرم، يلا خد دي. اوبا يا جدع موتت كتير قوي يا شباب، موتت كتير، قوه الصور جباره يا شباب، حرفيا حرفيا يا شباب قوه صور، بس مش تيجي طبعا زي قوه اسمه ايه ده جوكو يا شباب. تعالى يا شباب نروح لجوكو ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يا جدعان بصوا لقيت مين؟ لقيت جوكو ابو شعر اصفر يا شباب، كان لسه موجود بس ضربته ضعيفه جدا يا شباب، ضربته ضعيفه جدا، مش بيقدر يموت جيش كبير من عم رمضان، بس موجود وبيقاتل يا شباب. يبقى سبايدر مان بس اللي مات، سبايدر مان هنزله للرجاله اللي تحت، هنزله للرجاله اللي تحت، لان نص الرجاله اللي فوق طارت تحت اصلا. يلا يلا انزلوا تحت الرجاله للراجل الاخضر عشان تموتوا من ضربه واحده. يلا يلا كله ينزل على تحت، كله يلا انزل، يلا انزل، يلا انا جاي لك يا هالك، استناني يا هالك. ايوه ايوه انا اتسحلت، حاسب يلا جوجو جه، جوجو جه دلوقتي يا شباب كده، جوجو
قوي بس هو اللي موجود فوق الليل ليلة. شباب شايفين يا شباب المعركة في ضوء القمر عاملة ازاي؟ طب بص يا شباب انا هختصر لكم الوقت يا شباب ونجيلكم بالنهار ونشوف هم هيفضلوا في طول الليل يعملوا ايه. ومع بداية شباب شروق الشمس دلوقتي يا شباب في تعويذة جديدة انا اكتشفتها دلوقتي يا شباب، ان انا لو قدرت اوصل لداخل بوابة الهرم الاكبر تقريبا او بداخل المعبد يا شباب بواسطة اي بطل من الابطال هقدر ان انا اعمل تعويذة سحرية تساعدني في المعركة. يعني ممكن يا شباب يجي اعصار مدمر يساعدني في المعركة او يضربني انا كمان. ايوه يا شباب المعبد اهو الشباب المفروض اخش من هنا واوصل للمعبد دوت، هم واقفين هنا يا شباب بيحرسوا المعبد. لو انا وصلت للنقطة ديت يا شباب هقدر استخدم تعويذة سحرية. يلا بينا يا شباب نشوف مين هنا اقرب بطل يا شباب للمعبد. ايوه هو سور يا شباب. يلا سور، يلا بينا سور، عندنا مهمة صعبة جدا يا سور. ايه ده عم رمضان ده عايزين سور يا شباب. يلا يا سور كلنا معاك يا سور، كلنا سور بنشجعك يا سور. لازم يا شباب اوصل بسور يا شباب للمعبد عشان خاطر يا شباب لو وصلت في المعبد هتحصل معجزة كبيرة جدا هنا تتكسر كل عم رمضانات دورت ونخلص يا شباب بقى عشان انا تعبت. حاسب كده يا ابني سلك الطريق يا ابني. ايه ده عم رمضان ده ميت. ماشي حاسب كده، حاسب كده يا رجاله، حاسبه كده عشان انا عندي مهمه وكله معتمد على صور يا شباب في المهمه ديت لان انا مش لاقي جوجل خارج. جوجل خارج طول الليل يا شباب بدور عليه مش لاقيه، انا مش لاقي ما اعرفش هو راح فين، ما اعرفش هم خطفوه ولا ايه. لازم يا شباب اوصل للمعبد. حاسب كده، حاسب كده، افتح يا باشا الابواب، افتح الابواب. انا وصلت المعبد. ايه بقى اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ مش عارف انا ايه اللي هيحصل. حد هيخش لي، حد هيخش لي. مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه حصلت. ايه ده يا جدعان؟ ده مفيش حاجه، ده عم رمضان كتروا اكتر. اوبا يا عم، اوبا يا عم، بص الشباب اللي ماتوا كلهم رجعوا تاني. اوبا يا جدعان على الجيش اللي هناك دوت، شايفين ولا مش شايفين؟ وبص الجيش اللي جاي دوت بالمليون، ده اكتر من مليون يا جدع، دول اكتر من مليون يا جدع. كل دولت اللي اخدوا بالبوكس وطاروا راجعين تاني، راجعين من اخر الخريطه. اوبا يا عم كله راجع وعايز ينتقم. ايه ده، ايه ده، في ميه ظهرت هنا يا شباب. الظاهر كده يا شباب في حاجه سحريه بدات تحصل. ايه النهر دوت، ايه النهر دوت شباب؟ ما كانش في ميه تقريبا. بص بقى يا شباب اللي هيحصل. اه يا جدعان ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ مفيش حاجه حصلت. ايه ده، او ماي جاد، ظهر اعصار يا شباب. مفيش اعصار تاني. اوبا يا جدعان ظهر اعصار. ايه ده، في حاجه هنا، مفيش حاجه. اوبا يا عم ايه العصير ديت يا شباب؟ اوبا يا عم، اوبا يا عم، ده احنا كده هنكسب يا جدعان لو كل شويه ظهر لنا اثار من دوت. الشباب هيدمر عم رمضانات يا رجاله. اوبا يا عم، اوبا يا جدعان على الاعصار. اوبا يا عم مش ممكن يا شباب، عايزين بقى اعصار يجي القريه هنا يطهرها لان سور جوه المعبد لسه. ايوه طول ما سور جوه المعبد الشباب هتظهر عصير وحاجات من ديت يا شباب تساعدنا يا شباب في الم... اوه ماي جاد ظهر اعصار هنا تاني اهو. اوه ماي جاد. اوبا يا عم حلوه الشباب كده، حلو كده قوي، حلوة قوي كده، انا مش عايز اكتر من كده يا شباب. اوبا يا عم، اوبا يا عم على الاعاصير والحاجات القويه اللي بتظهر ديت يا رجاله. اوبا يا عم شايفين يا رجاله جيش عم رمضانات؟ ايه ده، ايه اللي بيحصل هناك؟ ده في انفجار، في نيزك يا شباب، في نيزك وقع من السماء. طب مصلحه يا رجاله. طيب يا سلام بقى، يا سلام، الله الله عليكم، الله عليكم يا رجاله. يا سلام بقى لو في حاجه. ايه ده، في حاجه ظهرت هنا تاني. او ماي جاد، او شايفين يا شباب جيش عم رمضان بيطير ازاي؟ او ماي جاد، او ماي جاد، عايزين واحد زي دوت ينزل يساعده. فين فين بقى، فين الرجاله بقى اللي هنا؟ فين مين هنا يا شباب في المعركه؟ مين هنا يا شباب في المعركه؟ او ماي جاد، مين هنا؟ هنا جوجا ابو شعر اصفر يا جدعان، انا مش لاقي جوجا شباب ابو شعر ازرق، اختفى. ايه ده، هالك فين؟ هالك مات، هالك مات، فين هالك؟ كان هنا في هالك يا رجاله، يا جدعان ما حدش شاف هالك. هذا هالك يا عيني شغل لوحده، شغل لوحده يا رجاله، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. اوه اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، حصل انفجار نووي في الهرم. هالك انت كويس يا هالك؟ هالك عايش يا رجاله، هالك عايش. عم رمضان هما اللي بيتدمروا بس طبعا ده بيأثر جامد جدا. ايه ده، في حد قوي هناك يا رجاله، ده اكيد صور، ده صح صور، صور يا شباب طلع يا شباب. ايوه كده صور، ورينا قوتك يا صور. هانت يا شباب، هانت يا شباب، كلها ساعتين والمعركة تخلص. او ماي جاد يا جدعان، النيزك عمالة تتحدف يا شباب. اهو او ماي جاد، اوبا يا عم، اوبا يا جدعان على النيزك اللي اتحدفت. ايه ده، او ماي جاد،
او ماي جاد يا عم، عرق قوي جدا يا شباب بالحمايه، بس خلي في بالكم ان نيزك على فكره. او ماي جاد نيزك في الهرم، او ماي جاد مش ممكن يا جدعان، يا جدعان مش بقى. انا عايز اطلع فوق الهرم، اطلع بمين بقى فوق الهرم؟ انا عايز جوكو يا جدعان، انا مش لاقي جوكو يا جدعان. ابو شعر ازرق يا جدعان ده كان قوي جدا يا شباب، لو كان لسه موجود كانت المعركه ديت خلصت. هو فينه؟ ايه ده، في تجمع هنا. كلهم يا شباب، في بطل هنا، في كوكو هنا يا شباب، ابو شعر اصفر. طيب يا شباب فين جوكو بقى ابو شعر ازرق؟ ويا شباب بعد مرور اكتر من 5 ايام والمعركة شغالة وصور شغال عمال يضرب فيهم يا شباب، وجيش عم رمضان طلع خارق وما بيخلصش، هو مات اكتر من 300 او 400 او 500 الف تقريبا، ودلوقتي شباب المعركة ما زالت مستمرة وشغالة. فانا تقريبا انا كده فعلي في التصوير دوت شباب حوالي 5 ساعات، فالمعركة ديت لو فضلت فيها لبكرة مش هتخلص، ان عم رمضان اللي بيتضرب بيرجع تاني بس بيموتوا يعني، في الاخر احنا عارفين مين هيكسب يعني، ان شاء الله يعني تقريبا صورة ولا هيكسب او عم رمضان برضك انا مش عارف يعني، بس انا الجهاز خلاص جاب اخره وانا جبت اخر يا شباب، شايفين يا شباب خلاص جبت اخري، والمعركة ديت مش ناوية تخلص تقريبا رجالة كده، عشان خاطر بجد انا تعبت يعني. بصوا قوة عم رمضان 50 ألف، يعني قوة عم رمضان الواحد 50 ألف، انت متخيل يعني، انت متخيل الفكرة 50 ألف، يعني هو لازم يتضرب بضربة اقوى من 50 ألف، هو محتاج 3 4 ضربات عشان يموت، بس شايفين بيموتوا، بس بياخدوا وقت كبير جدا. معركة قوية جدا يا شباب وملحمية جدا بجد، هالك اظهر قوته الحقيقية وصور اظهر قوته الحقيقية يا شباب في المعركة ديت، وما تعبوش وما يسوش وشغالين بيحاربوا وتعبوا، تعبوا بجد يا شباب، تعبوا قضوا على كتير جدا، وبصوا الشباب قضوا على كتير جدا حرفيا، بالذات صور يا شباب وكوكو يا شباب، وعملوا معركة قوية جدا يستاهلوا احلى 1,000,000 لايك. وبجد يا شباب كانت معركة ملحمية جدا، أهم حاجة يا شباب تكونوا استمتعتم وانبسطتم بيها، شايفين يا شباب كانت في معركة ملحمية دايرة هنا، بس طبعا الشباب الجثة اللي بيعدي عليها أكتر من نص ساعة تقريبا بتختفي، فاهمين؟ عشان لو كانت فضلت موجودة فكان هيبقى جبل جثث كده. المعركة الجاية يا شباب انتوا اللي هتحددوها تحت في الكومنتات، وأهم حاجة يا شباب تكونوا عملتوا لايك والفيديو عجبكم وصور عجبكم، واهم حاجه يا شباب تكونوا انبسطتوا بالشباب بالفيديو، لانه فعلا فيديو كان قوي جدا وخارج جدا. استودعكم الله، وان شاء الله شباب الحرب الجايه هتكون بقى حرب عادله، مدين جيوش حقيقيين بقى يا شباب، يعني نجيب جيوش بقى بالبنادق كده والمدرعات والمسدسات والدبابات، ونعمل حرب عالميه جديده. نشوفكم الشباب الحلقه الجايه، سلام.